خط استثماري دخل حيز الخدمة والإنتاج والمخرجات ذات استخدامات عديدة تفوق المستورد بالتفاصيل والجودة. مصنع إطارات الديوانية في واحد من أقسامه المستثمرة يقوم بتدوير الإطارات التالفة ليتم تحويلها إلى ذرات تستخدم في ملاعب التارتان وكذلك مطبات الطرق والمقرنص الخاص بالجزرات الوسطية وغيرها من المواد التي تتمتع بمواصفات جيدة. هذا المشروع هو مشروع تدويري، يعني المواد المستهلكة السكراب يرجعها إلى مكوناتها الأولية. إطارات هاي التالفة الموجودة بالشارع وموجودة بكل مكان، هذه نجمعها ونحاول أن نرجعها إلى مكوناتها الأصلية الأولية اللي هي كربون والزيت، ونتائج أيضا من عدة حبيبات انقطع المكان، تقطع إلى حبيبات يمكن الاستفادة من عدها هاي الحبيبات في الملاعب الرياضية. تحدث معنيون على أن الإطارات المستهلكة يصعب التخلص منها ناهيك عن تأثيرها البيئي، فجاء الخط الإنتاجي هذا من أجل الاستفادة منها ومحاولة لتحريك عجلة الاقتصاد واستقطاب أيدي عاملة من المحافظة. مصنع تدوير الإطارات المستهلكة من المشاريع الاستثمارية بالمشاركة مع القطاع الخاص. هذا المصنع سيخلص العراق من آلاف الأطنان من الإطارات المستهلكة التي تجمعت في العراق، إذ أن العراق يستورد سنويا ما يقارب 15 إلى 10 مليون إطار من مختلف الحجوم. هذا المصنع سيحول هذه الإطارات المستهلكة والتي لا تفنى في البيئة إلى مواد مفيدة ومربحة اقتصاديا، وسيشغل هذا المصنع أيادي عاملة كثيرة، إذ أنه سيفتح فرص عمل للمنتسبين المصنع وكذلك القطاع الخاص. عمال هذا المصنع تحدثوا على أن بقاء ديمومة تشغيل هذه المكان يعني ثبات مصدر الرزق لهم، خصوصا وأن هناك من تناقلت خدماته من أحد أقسام المصنع المتوقفة إلى هذا القسم للاستفادة من خبرته في مجال العمل. جاي نصنع وننتج، والقسم الواقف المكان الواقف احنا نحاول نجهزها ونحاول نعيدها الى عملها السابق. حقق فرصة عمل ومصدر دخل للناس هنا؟ الحمد لله والشكر. طبعا الاقسام كل ما تنفتح اقسام بداخل المعمل كل ما اكو هناك فرص عمل. هذا المشروع يحتوي على اكثر من 100 عامل، ويعني تابعين الى 100 عائلة، والحمد لله والشكر اشتغلوا هنا وعاشوا وحصلوا فرصة عمل. هذا المشروع مجموعة العمال من كافة محافظة الديوانية واقضيتها والنواحي، والشغل كله زين. ويرى اقتصاديون أن الحكومة تبتعد في أغلب خططها عن الاستفادة من القطاع الخاص أو منح الرخص الاستثمارية الخالية من التعقيد والروتين، مما يجعل التخبط واضحا في سياسة الدولة الاقتصادية المعتمدة على النفط فقط. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.